مرحبا يا حلوين. مرحبا مرحبا يا حلوين. مرحبا، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. اليوم يا أطفال تحبون الحكاية؟ نعم. الحكاية ممتعة؟ نعم. اليوم سأحكي لكم حكاية جميلة. حسنا حسنا، فلنستمع إليها. عندما كنت صغيرة يا أطفال ذهبت عند جدتي أنا وإخوتي. أين ذهبت؟ عند جدتي. عند الجدة، جيد. وكان عند الجدة دجاجات كثيرة. كان عندها دجاجات كثيرة. وكانت هذه الدجاجات تبيض بيضا كثيرا. تبيض بيضا كثيرا. وكنا نحب أكل البيض يمي يمي مسلوقا أو مقليا. وأنتم يا حلوين تحبونه، تحبون البيض مقلي أم مسلوق؟ مسلوق. من يحبه مقليا؟ أنا. يرفع يده. ومن يحبه مسلوقا؟ أنا. في كلتا الحالتين هو لذيذ. يمي يامي يامي، جيد. وكانت الجدة تعطي لنا الكثير من البيض لأننا كنا نحبه. في أحد الأيام يا أطفال رأينا بيضا كثيرا، ولكن يا أطفال ما أدهشنا هو وجود بيضة عملاقة. بيضة عملاقة. أغمضوا أعينكم يا أطفال، سندخل في هذه الحكاية ونتخيل. أغمضوا العينين الآن، لا تفتحوها حتى أقول لكم. حسنا 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 حسنا، لا تغشوا، أنا أراكم. قلت لكم من بين تلك البيضات كانت بيضة عملاقة موجودة في السلة. افتحوا انظروا، إنها بيضة كبيرة عملاقة. بيضة عملاقة. واو، بيضة عملاقة. أوه، تفاجأنا بهذه البيضة العملاقة وذهبنا جميعا إليها نرى هذه البيضة العملاقة. بيضة عملاقة. استغربنا لوجود هذه البيضة العملاقة، وفجأة بدأت هذه البيضة تتحرك. أولا خفنا، هربنا وابتعدنا قليلا، ثم تقدمنا من هذه البيضة شيئا فشيئا وبدأت تتحرك تتحرك. تريدون معرفة ما الذي خرج من البيضة؟ أكيد؟ هيا فلننظر ماذا خرج من هذه البيضة العملاقة. وفجأة خرج من البيضة صوصا. إنه صوص عملاق أيضا. مرحبا يا صوص، إنه يبحث عن أمه. إنه يتبع الطاهر، يعتقد أن الطاهر أمه. الآن هو يمشي وراء جمانة، يعتقد أنك الماما. يعتقد أن ليليا أمه. خرج من البيضة صوصا كبيرا. خرج من البيضة صوصا كبيرا. صوصا كبيرا. صوصا كبيرا. صوصا كبيرا. صوصا كبيرا. خرج من البيضة صوصا كبيرا. صوصا كبيرا. خرج من البيضة صوصا كبيرا. خرج من البيضة صوصا كبيرا. خرج من البيضة
صوصا كبيرا. أحسنتي. خرج من البيضة صوصا كبيرا. صوصا كبيرا. أحسنتي. خرج من البيضة صوصا كبيرا. أحسنتي. خرج من البيضة صوصا كبيرا. صوصا. صوصا كبيرا. أحسنت. خرج من البيضة صوصا كبيرا. أحسنت. صوصا كبيرا. أحسنت. خرج من البيضة صوصا كبيرا. خرج من البيضة صوصا كبيرا. نور ستقرأ لنا الجملة، هيا يا نور. خرج من البيضة صوصا كبيرا. أحسنت ما شاء الله. الآن طاهر سيقرأ لنا الجملة. ما شاء الله، أحسنت. الآن سنشوش جملة. كبيرا البيضة خرج صوصا منا. من يأتي ويقرأها لنا مشوشة؟ نعم محسن، اقرأ لنا الجملة وهي مشوشة. كبيرا البيضة لا نخبره خرج صوصا كبيرا. أحسن، تفق عليه مينا. حسنا مينا، نعم جيد. من يأتي ويحاول أن يقرأ لنا الجملة وهي مشوشة؟ الآن شوشنا الجملة مرة أخرى. من يأتي ويقرأ لنا الجملة مشوشة؟ من لديه ذاكرة قوية؟ فاروق سيحاول قراءة الجملة وهي مشوشة، هيا يا فاروق. مينا صوصا كبيرا البيضة خرج. ميرال حفظت كل كلمات الجملة ما شاء الله، ساعدت فاروق. أحسنت يا ميرال، شكرا 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 شكرا. هيا ميرال. مينا جيد صوصا جيد. دعوا ميرال هي تقرأ الجملة وهي مشوشة. زيدي كبيرا. أحسنتي. البيضة أحسنتي. ما شاء الله، صفقوا عليها. أحسنتي. خرج من البيضة صوصا كبيرا، لكننا يا أطفال كنا صغارا ولم يثر اهتمامنا باقي البيضات. ركزنا على البيضة العملاقة التي خرج منها صوصا كبيرا. هيا نصفق لهذا الصوص العملاق. صوصا 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 صوصا. أحسنتم. كم سمعنا من صوت؟ كم؟ اثنين. أحسنتم. صوصا أحسنتم. أعجبني الصوص كثيرا، لهذا كنت أتبعه أينما يذهب. ولاحظت عليه شيئا، لاحظته أنه يحمل شيئا. اقتربت منه، مسكته بخوف، ووجدته يحمل حرف الصاد. رحبوا بحرف الصاد. حرف جميل يحمله حرف الصاد، يحمله الصوص، وهو حرف الصاد الجميل. مرحبا بك يا صاد في قسمنا، قسم التحضيري. مرحبا بكم، مرحبا بكم. فرحنا كثيرا بحرف الصاد، لهذا هيا نحرك حرف الصاد. سنحرك حرف سنحرك سنحرك ص ص ص ص ص ص سن سن سن. أحسنت.
أحسنتم ما شاء الله، ترحيب جميل بصديقنا حرف صا. حرف صا. حرف صا. تصفيق. الآن النبيه الطاهر سيقرأ لنا حرف الصاد بالحركات القصيرة. هيا طاهر تفضل. أحسنت ما شاء الله. الآن دورك يا ملاك. أحسنتي، جيد. سي صا صو سي، عيدي. أحسنتي، جيد. ليس سي صي. أحسنتي. دورك أيتها الحلوة مرام. أحسنتي ما شاء الله، جيد جدا. دورك يا جمانة. أحسنتي، جيد جدا، جميل.